الشمال يدور على حد فاضي وسط الكثافه العدديه لفريق بلاسيك البنيه الجميله مره ثانيه في منتهى الخطوره. اول اهداف اللقاء على طول اسلام محارب وميدو جابر، هو ميدو جابر وهدف التقدم على طول لميدو جابر بانطلاقه جميله وبينيه جميله لكريم نيدفيد وعلى طول ميدو جابر. اول اهداف اللقاء في اول 7 دقائق من زمن واحداث الشوط الاول. هذه البينيه الجميله من نيدفيد وادي الخطا على طول من المدافع وبتصل على طول من ميدو جابر وبيحطها على يمين حارس المرمى عبد الفتاح حسن. مفتتح اول اهداف النادي الاهلي ميدو جابر. ميدو جابر ادي بنشوفه في العاده مره ثانيه، اتعملت حلوه والبينيه جابر رحيل والاماميه الطويله على طول لباقه، وادي الاستلام على طول لباقه يلعب العرضيه الناحيه العكسيه واحمد ريان. هدف التقدم الثاني، اتعملت حلوه 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 العرضيه من باقه وضربه راس مثاليه على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن اللي يحرز الهدف الثاني. احمد ريان بلمسه سحريه وضربه راس جميله، شوفوا الرؤيه الجميله فضل وعملها على طول لوب كده من فوق حارس المرمى عبد الفتاح حسن في اجمل اهداف اللقاء النهارده، هدفين للنادي الاهلي وبرؤيه وذكاء وهداف على طول احمد ريان بهدف التقدم للنادي الاهلي الثاني ليتقدم النادي الاهلي بهدف. طلع له من ناحيه اليمين وادي الهجمه على طول من ناحيه اليمين والعرضيه جوه الجول على طول احمد ريان، وادي المتابعه الهجوميه على طول احمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي احمد ريان. ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي محاولات الوصول للمرمى، وادي العرضيه الجميله، وادي الخطا الدفاعي والمتابعه الجميله على طول من احمد ريان ليحرز الهدف الثاني ليه والهدف الثالث للنادي الاهلي. 3 اهداف مقابل لا شيء، واحمد راس ريان يحرز هدفين و3 اهداف وثلاثيه في مرمى البلاستيك. احمد ياسر كل لاعبي النادي الاهلي، وادي الهجمه على طول البلاستيك، ادي المحاولات البلاستيك والتسديده جوه جول، هدف جميل ركنها حلوه 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 لاعب البلاستيك على شمال حارس المرمى للنادي الاهلي رمضان مصطفى، لكن هدف جميل فكر وعملها بذكاء لاعب نادي البلاستيك اعتقد انه شريف رقم 3. ادي بنشوفها في العاده مره ثانيه، وادي ركنها حلوه حلوه زي ما يكون بيركن ضربه جزاء، وهدف جميل وخروج لاسلام محارب ونزول لرقم 43 من النادي الاهلي. شوفوا الراجل عملها حلوه حلوه وركنها بذكاء اكنه بيركن ضربه او ضربه جزاء. طبعا تبديلات كثيره لفريق البلاستيك، هناك احمد شمس ومحمد